قام يختال كالمسيح وإيدا، يتهادى نشوان يتلو النشيدا، باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديد، رافدا في خلاخل زغردت تملأ من لحنها الفضاء البعيد، حائما كالكليم كلمه المجد فشد الحبال يبغي الصعود، وتسانى كالروح في ليلة القدر سلاما يشاع في الكون عيدا. قال لهم معلش روحوا بعت لي انا على صورتي السركاجي، انا ما على باليش لا راح ولا ما راحش ولا بعد النهار. حتى انا عيطوني داوني لواحد البيرو، كي دخلت نلقى ثلاثه ولا اربعه ما سيفيل ما هما سي ديزانسبكتور. قعدت في الكرسي، قالوا لي يهضر مليح، نهضر العربيه مليح. قالوا لي واش اسمك؟ قلت لهم حبه. قالوا لي حبه، انا غير قالوا لي هك اعرف بلي دابا قالوا لي انت يا حبه. قلت لهم وي يا لي سي بابري. قال لي ولدي انت حبه، انت ماسك مسعودي. وانا خلاص خلاص عرفت عرفت كلش. داروا لي انا واسمه، ومن بعد بعثوا البابا، ومن بعد ولاو عادوا يعطوا له الرخصه هذيك باش يجي يشوف. ولكن كان امل ضعيف تاع الحياه. هذي كيفاش دار؟ كي قالوا لي اسمع بيا وسمع بيا باللي حاكمين عليا بالموت، وقالوا محمد قال له يا ودي راه ما تعرف بين ليلة وقتها، وانا مدانين المحامين وتفرد، ما بقات محامي ما بقى والو. دوك انا ضناوني انتظار حكم الاعدام، التنفيذ التنفيذ. بابا واش حاب يدير؟ هذيك نيته حاب يزيد يدير لي زوج زوج وما عندوش دراهم، ما لقاش كيفاش يدير. عيط لسعد طرودي، تعرفوا سعد طرودي؟ تعرف مليح سعد طرودي، كان ملف في هذاك مليح. عيط له قال له يا ولدي سكيف ايه، قال له يا سعد جاهل ثم الجزائر كانوا محترمين وبابا ثم كان والله غير. قال له سعد، قال له انا محتاج ربع ملايين. قال له سلفني ربع ملايين، لا استغفر الله ماشي قال له سلفني ربع ملايين، قال له انا بيع في النخلات بربع ملايين كانت تديهم. قال له سعد كيفاش انا نعطيك ربع ملايين وما تبيعش نخلات؟ قال له ابدا ما تعطينيش وما نسلف حتى على واحد. قال له راني نقول لك انا نبيع في نخلاتي، انا ولدي راهو في الموت وراني ما أنا. قالوا سعد ما نشريش، قالوا تحب نسلفك صح بس باش ما دخلاتي استغل الاخر ما احفظوها زكية كالمثاني، وانقلوها للجيل ذكرا مجيدا، واقيموا من شرعها صلوات طيبات ولقنوها الوليدا. زعموا قتله وما صلبوه، ليس في الخالدين عيسى وحيدا. المهم جاء واحد منا من سيدي عقبة حشاني حشاني كذا أو كان صاحب بابا راح له حتى الجزائر. حشاني الشيخ ها؟ حشاني الشيخ راح له قال لي مش هم هذوك الشيء مش تحتاج كيف تروح بين نخلات كيف قالوا ما نسلفش انا قالوا نعم ما نسلفش انا نبيع نخلاتي وندير محامي لوليدي
هذا اللي كانوا بولونجيه في الغ... في الغدير السمراوي ولا تمراوي بالقاسم و... بالقاسم هما اللي راحوا له لهي وشراوا عليه بربع ملايين. هي دير بالك 30 مليون باحنهم بربع ملايين. راح دارهم في ال... من بعد كي اتصلوا بيا وكذا يا ودي انا نمشي تروتار وشي كثير انا مازالش انا نعاود انا بدات بدات تسرق الدراهم. قلت لهم باللي راه متاخرين بالنسبه للمحامي. اي لا خلاص انا محكوم عليا بالاعدام ما كانش انا المحامي ما عندي ما ندير به ولكن لا لا الاب راك عارف غير يسلوبوا عليه ماشي وقبل ما يتصلوا بيا شافوا احمد خويا وبابا قالوا له شوف النهار الفلاني اروح السركاجي. جاوا السركاجي وهنا جاوني الكوربار دلامور خرجوني من السيلون وخرجوا معايا واحد السبعه وطلعونا لواحد اسمه واحد الكوربار هكذا ومشوا فينا في هذا. انا ما على باليش حتى علاش وشي ولا حتى هذوك اللي معايا ما على بالهم وشي مدينا هكذا بعد لي سانترا في رجلينا ولي مينوت وواحد اللبسه سبيسيال تاع هكذا قعدنا نمشوا نمشوا هو مدير لهم واحد الثقبه هكذا في الحيط وجابوهم قال لهم طلوا هكذا انا دوك نعقبوهم وشوفوا لا كان تعرف خوك. أنا فتنا هو أنا تعقبه هو قال لهم إيه وأنا ما على باليش أنا الحكاية حكاية لي غير حتى أنا كي ربي طول لي عمري وما قتلونيش وكذا والاستقلال وخرجت كان لي رمضانوا لي هكذا وقلت لهم هذا هو باش عادوا قالوا له صح هذا أخوك هذاك عادوا يعطوا لهم الرخصة باش يجوني من ثم بداوا يجوني حتى للاستقلال. الاستقلال خرجت من السجن بالبانتويت ابريل 62 من ثم روحنا انا روحنا كل في روحنا ثم الدار كانت طيحوها قاعدين في قعدت انا واحد 10 ايام ولا التحق بالجيش ورحت وين كان عبد السلام كيفاش؟ محمد شريف عبد السلام محمد شريف عبد السلام حتى وانا محمد شريف عبد السلام نعرفه منين طلعت للجبل نلقاه هو اني غير اني شافني وكذا قال لهم قول له جيني رحت له للكازما تاعه وكذا قال لي قعدت نقصر انا وياه كذا 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 هكذا ومن بعد ولاو شعباني طلبني قال لهم جيبوه القياده ثم في جبل مساعد كان ثم كان غنتار وكان اشرف خير الدين وكان عمر صخري وكان سليمان لكحان وكان طه العجال وكان ثم كانت القيادة كانت ثم بعد المسيرة الجهادية هذه كامل والأتعاب والآلام والحبس والتعذيب وكذا بعد الاستقلال بعد ما أفرج عليك من تلقاء نفسك حبيت تزيد تناضل وتصل بالجيش؟ لا لا لازم من تلقاء نفسك وإلا هما اللي يكلموك؟ لا لا هما اللي يكلموك لازم لازم نكمل لازم نخرج كي مشينا غير نخرج من الحبس ون لا لا وليت التحقت بالجيش هم من بعد بس في سانت كات رحت طلعت للجزائر. الحاج قبل ما نوصلوا هذه برك ما دامنا بمناسبه هذه اليوم 19 جوان الموافق اليوم الوطني المحكوم عليهم بالاعدام وهو تاريخ تنفيذ اول حكم بالاعدام في حق الشهيد احمد زبان. نرجعوا برك احمد زبان قتلوه غير هو اول شهيد لا لا قتلوا هو بالمغسله في هذيك النايله بالذات وفراج كان ما فراج ماشي مقتول.
مقتول. باش يقتلوه. مقتول نعم. ولا ما يزبدوش غير لا. وين تروح تلقى احمد زبانة؟ نرجع عليه. حتى هذاك قبل الفراجة. هو أول ما تنفذ فيه الحكم قبل الفراجة. في ليلة واحدة في الحلقة واحدة. في لحظة واحدة. في ليلة واحدة في الحلقة. بالمفروض يجبدوا حلم الاثنين. يعني هو مسكين عليه يعني. في لحظة ما بعرف. يشوف. نرجع. نرجع مبارك. هذا اللي قلت لك أنا والله أنا ما نشتيش أنا هكذا. يعني لو هذا الواقع. الواقع مر. السنة ثلاث سنوات. وأنا نحاول فيه. علاش؟ لأن الواقع كان الحق يقال في سيدي عقبة عائلة تدمرت. عائلة تدمرت. حنا ما نقولوش عائلة تدمرت، حنا نقولوا عائلة استطاعهم ربي باش يكونوا شهداء. لا معليش. وما أدراك ما الشهداء، حنا ما نقولوش دمروا ولا. ولا الشبيبة شنو يدخلوا في ما يخلفوش. نقولوا استطاعهم ربي باش ماكش ولا هو كان فيه ما عندوش شهادة الاعتراف. حاج وأنا اللي ما عندوش شهادة اعتراف شهيد. العائلة مسعودية. العائلة تاعنا؟ ايه. أنا جبت كل شيء. أو قال لك جبت الكل. سوينا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. قول الحاج، نحكيو على اليوميات كيفاه كنت تعيش قبل ما يحاكموك وبعد ما حاكموك. بعد ما صدروا الحكم بالحكم الإعدام، كيفاه كنت تستمر؟ ثانيا أنه مثلا هل كانوا معك مجموعة هكذا من الزملاء اللي كانوا معك في الزنزة حكموا ونفذوا يسمى نفذوا فيها. نعم. أنا حاضر ثم نفسين نتاعي. أي حكموا عليهم معاك. ويجوا ها. يسمى حكموا عليهم كيما أنت. واحد ثلاثة ولا أربعة. أي. اللي حضرت لهم أنا في الإكزيكسيون. كيفاش يخرجوهم؟ وما يسموش أنه كانت كيما نقولوا كانوا مدايرين حوايج ما قدروش يستناوهم ولا كذا. لا 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 قادر كاين واحد. يومياتها. سما أنت راك عرفت كيما قلت. هذاك أنت هذاك. كنعودوا في لاكور. ثم نهضروا مع بعضنا. نتلاقاو. ومن بعد كي يجيو يدخلونا ندخلوا كل واحد في السيلول تاعو. قصدي انت كي كنت في الزنزانة نتاعك. هذه باحث. 21 سنة وانا نستنى. ونستنى في لابندومور نستنى في لاكيوتين. تسمى في أي لحظة؟ كاين واحد شوف شحال من واحد اللي يجوا ساعات على الوحدة، ساعات على الزوج. يجوا يتلبدوا. الكوربار هذاك كاينه واحد الريدو كبير كوربار هذاك اوسع اوسع من هذه فيه لي سيلول هنا دخلنا العين زعطور ما دخلناش غير هكذاك غير هكذا كنت في مهمه هي مهمه ومن بعد ما خرجنا من عين زعطور ما حددنا زوج كيلو هكذا في واحد الشارع يقتالك المسيح وايدا يتهادى نشوان يتلو النشيدا باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديد رافلا في خلاخل زغردت تملأ من لحنها الفضاء البعيد حائما كالكليم كلمه المجد فشد الحبال يبغي الصعود وتسامى كالروح في ليلة القدر سلاما يشع في الكون عيداً